اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سلسله حلقات من الميديكال ترمينولوجي. ان شاء الله النهارده هنستأنف الحديث عن الامثله برضو على البريفكسز. ان شاء الله تكون الحلقه مثمره وممتعه. هنبدا باول كلمه وهي كلمه اندوجينوس، واندو تعني ذاتي او داخلي، وجينوس تعني تكوين. فاندوجينوس تكوين ذاتي او داخلي. الانسولين على سبيل المثال اللي في جسمك ده يعتبر اندوجينوس. طب الانسولين الناس اللي هم العيانين بياخدوه من بره ده يعتبر ايه؟ اكسوجينوس، يعني تكوينه خارجي. اكسوجينوس، اكسو خارجي واندو داخلي. نركز في الكلام. بعد كده معايا كلمه هيميسفير. هيمي يعني نصف، وسفير تعني كره. هيميسفير نصف كره. بعد كده كلمه سيمي، ما تلخبطوش ما بين هيمي وسيمي. هيمي سفير يعني نصف كره، سيمي يعني شبه، سيمي سوليد يعني شبه صلب. بعد كده ماكروفاج. ماكرو يعني كبير، كبير. فاج تعني بلعمية. احنا خدنا كلمة ديسفيجيا اللي احنا لسه واخدناها في الفيديو اللي فات، يعني عسر البلع. فيج بلعمية، من جاي من البلع. فماكروفاج يعني البلعمية الكبيرة، اللي هي الخلايا البلعمية الكبيرة، ماكروفاج. بعد كده كلمة مايكرو بايولوجي. مايكرو اللي هو 10^6، يبقى حاجة دقيقة. وبايو أخذناها بمعنى حي، ولوجي بمعنى علم، يبقى علم الأحياء الدقيقة. جميل. بعد كده نعمل تاني مراجعة ريفيو سريع. اندو داخلي، اكسو خارجي، هيمي نصف، سيمي شبه، ماكرو كبير، مايكرو صغير. بعد كده كلمة هايبر كالسيميا. هايبر يقول لك ده مهايبر، يعني ايه؟ زيادة عن النورمال رينج او عن المعدل الايه الطبيعي بتاعه. هايبر يعني زيادة. كالسيوم اللي هو الكالسيوم بتاعنا، و اميا تعني دم، فهايبر كالسيميا يعني زيادة الكالسيوم في الدم. بعد كده كلمة هايبو بروتينيميا. هايبو يعني نقص، وبروتين اللي هو البروتين العادي بتاعنا، واميا يعني دم، يبقى نقص البروتين في الدم. جميل. بعد كده ايزومتريك. ايزو تعني نفس او تساوي، يعني حاجه متساويه، ومتريك تعني اللي هو الميجر او القياس. فحاجه ايزومتريك يعني حاجه متساويه في الميجر او الحجم او القياس بتاعها. على سبيل المثال المثلث المتساوي الاضلاع ده يعتبر ايزومتريك، ان هو كل حاجه فيه متساويه. بعد كده ميجا كولون. ميجا تعني زياده، وكولون اللي هو القولون او الامعاء الغليظه. فميجا كولون يعني تضخم القولون، يبقى ميجا تعني تضخم او زياده، كبر الحجم. بعد كده هباتو ميجالي. هباتو يعني ليفر او كبد، وميجالي لسه واخدينها فوق بمعنى تضخم. هباتو ميجالي يعني تضخم الكبد. بعد كده هيموليتيك. هيمو يعني دم او بلاد، ليتيك يعني تحلل، فهيموليتيك يعني تحلل الدم او ديستراكشن او تحطم الدم. ليتيك معنى تحلل. بعد كده كلمة مايوباثي. مايو تعني عضلة، وباثي تعني مرض. خدنا الباثولوجي علم الامراض، مايو عضلة، باثي مرض، يبقى مرض في المصل او في المايو اللي هي العضلة. اتمنى يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.